مع الهدف. أهلا بكم أيها الأحبة ومع الحدث بتشريف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يرعى اليوم معالي محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان للشؤون الاقتصادية احتفال جامعة السلطان قابوس بتخريج الدفعة 25 من طلبة وطالبات الجامعة. في هذه الدقائق يسرنا التواصل مع الدكتور حسين بن علي الخروصي عميد القبول والتسجيل بجامعة السلطان قابوس. دكتور حسين صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير أختها، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا نبارك لكم ونبارك لعمان هذه الدفعة الجديدة من جامعة السلطان قابوس، وبإذن الله تعالى يعني دفعة تشارك في التعمير والتطوير على هذه الأرض الغالية. أكيد إن شاء الله، يعني يسعدنا أن نتقدم أيضا بالتهنئة للخريجين والخريجات الدفعة 25 لطلبة جامعة السلطان قابوس، وهم يقطفون يعني ثمار أعوام من العمل الجاد على مقاعد الدراسة، فهنيئا لهم ما صنعت أيديهم وطوبى لهم. تحية لهم. ونتكلم عن هذه الدفعة، مجموعة من الخريجين من كافة التخصصات، لو نمر على هذه التخصصات دكتور حسين التي اليوم بإذن الله تعالى سيتخرج منها أبنائنا. نعم طبعا الحفل التخريج راح يكون على يعني يومين، اليوم إن شاء الله بتاريخ 13 من نوفمبر، الحفل الأول يشمل تخريج كليات العلمية وتشمل كلية الطب والعلوم الصحية، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والبحرية، وراح يكون 1260 خريج وخريجة بإذن الله. في اليوم الثاني، الحفل الثاني اللي راح يكون إن شاء الله على الأسبوع القادم تاريخ 23، الكليات الإنسانية، التربية والأداب والعلوم الاجتماعية، الحقوق، الاقتصاد والعلوم الإنسانية والعلوم السياسية، ويشمل 1259 خريج. طبعا إجمالي الخريجين الدفعة 25 يبلغ 2519، منهم 19 من حملة الدكتوراه و268 من حملة الماجستير، 104 خريج دكتور في الطب، وحوالي 2128 من درجة البكالوريوس. نعم، إذن هذا مجموع الطلبة بإذن الله تعالى المتخرجين. اليوم الساعة كم سيبدأ الحفل التخرج؟ إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء بإذن الله. السادسة مساء، طبعا حضور أيضا للأهالي ستشهد الجامعة بإذن الله تعالى. نتمنى كل التوفيق لشبابنا في الجامعة، ونتمنى كذلك يعني كل التطور لجامعة السلطان قابوس، التطور الذي نشهده طبعا في كافة المجالات. الحمد لله، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق وأن يجعل النجاح طريقهم، أيضا فهنيئا للوطن بهم وهنيئا لهم بهذا الوطن المعطاء بقيادته الرشيدة. نعم، أيضا حبينا أن نبارك لكم دكتور حسين ونبارك للجامعة. طبعا كما تابعنا خلال الأيام الماضية تدشين كرسي جديد في جامعة السلطان قابوس، واختيار الجامعة لهذا الكرسي بعد منافسة شديدة من قبل الجامعات، كرسي منظمة التجارة العالمية. نعم، هذا طبعا إنجاز يضاف إلى إنجازات الجامعة، ويحق لنا أن نفخر ويفخر الوطن بهذا إن شاء الله. كل التوفيق لكم. شكرا لك دكتور حسين بن علي الخروصي عميد القبول والتسجيل بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا, شكرا جزيلا لك. شكرا.